مهارة، هذا مهارة، أحلى إغلاق شهري حصل. لاحظوا الترند مخترق، يعني نحن أوريدي قفلنا خارج المسار الفرعي والمسار الرئيسي. يوجد عندنا ترند هابط من هذه القمة إلى هذه القمة. الآن من أجمل أهدافنا الشهرية في حال تخطي 81، شوفت عينكم راسم لكم شمعة افتراضية، هدفها الأول 87-60. الله أكبر. قد نمر بطريقنا على مطب 81-83 على النظرية، لكن هدفنا النسبة الذهبية 87 خلال شهر يونيو. ما هو أسوأ دعم؟ لو نزلنا عن مستويات مثلا خلال الشهر حبي بربس، مع أنه هو مقفل خارج المسار، لكن لو حبي بربس في شهر مايو خلونا نمشي. طيب نقول انهم يبغى يضحك علينا الندم، يعني انه هو يقول لك انا ما اخترقت ابغى ارجع، كذاب في عينه، لا تصدقوا. لكن انا اقول لكم امشوا على الترند الفرعي، دعمه هنا. لو جينا رسمنا القناه من هنا لهنا، شايفين يتوافق دعم شهر مايو قريب 74-30، يعني الدعوه كلها 4 ريال في حالة الضغط. أكثر من كده لا، كسرها، هذا أهم دعم يكون في شهر يونيو، كسرها سلبي، لأنه ممكن يحدف بنا إلى قاع القناة ويرجعنا المناطق، حتى ممكن نخاف أنه يكسر فينا القاع 70 ونروح لستة وستين 67. لكن للأمانة السهم إيجابي ممتاز، أعتبره ممتاز، مو بس لأنه مخترق 78، أعتبره ممتاز على الشهري، واعتبره أفضل إغلاق له منذ أن تراجع من شهر 8 أوغست، يعني بعد 7 شهور استطاع أن يغلق أحلى إغلاق إيجابي شبعان. السهم انتبهوا له، قد يكون نجم من نجوم شهر يونيو بتخطي 81، الهدف 87.